تذكر طالبتي العزيزة ما تعلمناه في الحصة الأولى من الأم الصابرة من أحداث في الفقرة الأولى والثانية. كان الحدث الرئيسي لها هو حمل أم مبشرة للطفل، والحدث الثاني الذي جاء في الفقرة الثانية ولادة أم مبشرة وخوفها على الطفل من أن يقتل من قبل جنود فرعون. ننتقل إلى الجزء الثاني، أرجو مشاهدة الفيديو والاستمتاع لأحداث قصتنا للجزء الثاني من الدرس. نتعرف على أهداف درسنا عن الجزء الثاني من الأم الصابرة، أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية سليمة ومعبرة، أن يستخرج الطالب الفكرة الجزئية وبعض التفاصيل في الفقرة الثالثة إلى نهاية الدرس. نتعرف على الأفكار الجزئية والتفاصيل من بداية الفقرة الثالثة إلى نهاية درسنا. بعد أن ولدت، وضع الطفل في التابوت في الماء لحمايته من جنود فرعون. والحدث الآخر عندما جاء أدركت أحست شعرت أم فرعون أم موسى جنود فرعون قادمون، وضعت الطفل في التابوت ووضعته في الماء كي لا يستمعون إلى صراخه. لكن ما حدث هو الحدث الثاني، جرفت المياه التابوت إلى قصر فرعون. وصل التابوت إلى قصر فرعون وشاهدته زوجته آسيا زوجة فرعون. فرحت الزوجة لأنها كانت لا تنجب الأطفال، ففرحت زوجة فرعون بالطفل الذي رسى عند القصر. رسى بمعنى توقف التابوت عند القصر. إذن الفكرة الأخرى للفقرة الرابعة، بعد أن وصل الطفل إلى قصر فرعون وسرت آسيا زوجة فرعون ووافق فرعون عن كره أن يبقى الطفل في قصره لأن زوجته أقنعته ربما يكون نافعا لهم في المستقبل، بدأت تبحث عن مرضعة لأن الطفل كان يرفض أي مرضعة وكان يصرخ. هنا جاءت أخت موسى في مساعدة عودة الطفل إلى أمه، حيث أبلغت الحراس بأن يوجد هناك من ترضعه. وطبعا حضرت أم موسى وأرضعت الطفل وحس بالراحة والطمأنينة. وطلبت أم آسيا زوجة فرعون من أم موسى أن تبقى لترضعه، لكن أم موسى رفضت متحججة بأن لديها أطفال وأسرة، لذلك طلبت منها آسيا أن تأخذ الطفل لترضعه لأنها هي المرضعة الوحيدة التي أخذ يرضع منها. وهنا جاءت قرة عين، القرة العين الشعور بالراحة والسعادة في عودة